مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. نستعرض سويا الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة باستثناء المناطق الجنوبية الغربية، أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر. والمناطق الشمالية الغربية العظمى بتكون بحدود 41 والصغرى 27. المناطق الغربية أجواء حارة ما بين 36 إلى 39 العظمى والصغرى بحدود 31. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 30-19. المنطقة الوسطى والرياض أجواء حارة 43-32. والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 44-28. والمنطقة الشرقية 43-32 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة، لا يوجد تغيير يذكر على الأحوال الجوية. المناطق الشمالية الغربية 41-24. المناطق الغربية أجواء حارة تتراوح العظمى ما بين 36-39 والصغرى بحدود 31. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 30-18. منطقة الرياض والمنطقة الوسطى حارة، الأجواء حارة والعظمى المتوقعة 43 والصغرى 30. المناطق الشرقية الشمالية الشرقية والشرقية العظمى 43 والصغرى 26 في المناطق الشمالية الغربية، والمناطق الشرقية 30 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية الغربية يطرأ هنا عليها انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء حارة، العظمى 40 والصغرى 24. المناطق الغربية أجواء حارة ما بين 37-40 والصغرى بحدود 30. المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 30-19. منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 44-31، والشمالية الغربية 41-25، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 43-29 درجة مئوية. يوم الخميس إن شاء الله انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، وأيضا تنشط الرياح السطحية بشكل عام حتى إنها بتكون كثير الغبار والأتربة خاصة في شمال المملكة. والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 36 والصغرى 22. المناطق الغربية أجواء حارة تتراوح العظمى ما بين 37-39. والمناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر، العظمى 28 والصغرى 18. الأجواء تستمر حارة في الرياض والمنطقة الوسطى 43-28. المناطق الشمالية الغربية انخفاض على درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية 37-21، والمنطقة الشرقية 41-31 درجة مئوية مع أجواء حارة. يوم الجمعة إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة يشمل المناطق الشمالية، وأيضا تنشط الرياح في بعض المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا، هذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية قليلا. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقع 34-21، أجواء تقريبا ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا والصغرى 21. المناطق الغربية استمرار الأجواء الحارة، العظمى تتراوح ما بين 37-40 والمناطق الصغرى 30. المناطق الجنوبية الغربية استمرار الأجواء الغائمة جزئيا، وأيضا استمرار فرصة تساقط زخات رعدية من المطر أحيانا، والعظمى 27 والصغرى 28. منطقة الرياض أجواء حارة والمنطقة الوسطى كذلك، العظمى 43 والصغرى 28. المناطق الشمالية الشرقية أيضا حارة نسبيا وانخفاض واضح على الحرارة 36-21، والمنطقة الشرقية استمرار الأجواء الحارة 42-31 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا للمتابعة، ونتمنى لكم أوقات سعيدة، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.